تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا الصديقة، تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة. قد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود بومياه خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية هذا اليوم، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الغاني وتمنياته الطيبة لجلالته بوفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته إلى فخامته ولشعب غانا الصديق بدوام التطور والازدهار. رحب صاحب الجلالة بنائب الرئيس الغاني وبزيارته للمملكة واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مقدمة مستقبلي ومودعي دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود بومياه.